مساء الفل يا كابتن اسلام، ازيك؟ انت عامل ايه؟ مساء الجمال، وحشني جدا. يا رب خليك. حاضر. يعني دايما بنحب نشوفك ونسمع صوتك، ويعني دايما منور. حبيبي يا اسلام، وانت دايما يا رب التألق دايما يا رب باذن ربنا الله. يخليك يا كابتن سيد. كابتن سيد، بدايه دوري عام جديد، اعتقد ان النادي الاهلي استعد تماما لبدايه الدوري، وحضرتك سمعتك امبارح في قناه النادي الاهلي بتقول خلاص بنقفل الصفحه الافريقيه وبنبتدي بقى لصفحه الدوري العام المصري. بالتأكيد يعني طبعا الدوري حاجة مهمة جدا على المستوى المحلي ومستوى البطولات اللي احنا بنخوضها، سواء كانت على بطولات قارية او بطولات محلية. بطولة الدوري هي البطولة الأم، صح التعبير؟ نعم. البداية هتبقى قوية جدا، وخصوصا انها جاية مع نادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي له مكانة تاريخية وفي كورة ومكانة في الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الأفريقية كمان. فرحنا نأمل يا رب إن احنا نكون موفقين فيها، ونكون بإذن الله عند حسن ظن جمهورنا، ونبدأ بداية كويسة بإذن الله. إن شاء الله. طمنا على أحوال المصابين، طبعا أولهم كابتن وليد سليمان. وليد الحمد لله خرج النهارده الصبح، الدنيا كويسة، يعني آخر اتصال بيني وبينه كان تقريبا الظهر كده. لا، الأمور كويسة الحمد لله رب العالمين. يعني ممكن يبقى بكرة فترة راحة كده ويخش معانا بعد بكرة إن شاء الله كده، أو يكمل بقى على حسب ما نشوف مع الدكتور احمد ابو عبد، لكن الامور كلها كويسه طبيا. نعم. بقيه المصابين اللي موجودين يا كابتن؟ يعني الحمد لله رب العالمين. محمد الشناوي تقدم ملحوظ جدا جدا في مدى استجابته للعلاج. نامل برضه ان شاء الله الرحمن ان ممكن على اسبوع من دلوقتي ولا حاجه يبقى فتره العلاج الطبيعي اللي انتهت، وفتره التاهيل على اول الشهر ان شاء الله ممكن يكون معانا. ده اللي احنا نأمله، لكن بصراحه احنا على كل الاحوال كاصابه فيها تحسن شديد جدا الحمد لله. الحمد لله. ما فيش حد، المستشفى قليله الايام دي. الحمد لله يعني الدنيا كويسه، الجهاز الطبي برضه قايم بشغل رائع جدا الحقيقه. يعني الامور الى حد كبير كويسه. محمود متولي قدامه حوالي 10 ايام ويبقى موجود معانا كمان في التدريبات الجماعيه. ان شاء الله الرحمن نكون متفقين بشكل كويس على الامور الفنيه، يعني برضو مع الدخول السداسي اللي كان مش موجود في الفاينل الافريقيه بحكم عدم خدهم، يعني سواء كان بيرسي او لويس او حسام حسن او كريم فؤاد ومعاهم عمار واحمد عبد القادر، هيكونوا موجود معانا. بداية صعبة جدا للدورة يا كابتن سيد، مع الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ثم نادي الزمالك، فبداية قوية جدا في ظل التدعيمات اللي عملها النادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت، 6 صفقات هيبقوا خلاص متواجدين ابتداء من النهارده او من امبارح بالليل بعد المباراه، يبقوا موجودين. موسيماني اعتقد دلوقتي في موقف صعب جدا، بحيث ان هو موقف صعب بس هو حلو للمدير الفني، ان انت عندك حيره لذيذه يعني لكل المجموعه اللي موجوده. يعني طبعا دي مشكله من المشكلات الايجابيه، مش المشكلات السلبيه. دي مشكله لا. دايما بتبقى مشكله ايجابيه. يعني انت عارف كان في الوقت الحالي وضغط المباريات واختلاف البطولات وتقارب الماتشات من بعضها بتستدعي لاعبين كتير قوي، كله يكون جاهز وكله يكون مستعد. يعني مع الفتره اللي جايه والسنه الجايه تحديدا، يعني وفتره المشاركه اللي هتبقى سواء كان على المستوى المحلي او القاري، ودخول عدد كبير جدا من لعيبتك مع المنتخب الاول، وكل اللعيبه حتى الاجانب معاك مع منتخبات بلادهم، فالمشاركات كتيرة، فكل ما كان التقارب مستوى كقائمة كاملة يعني اعتقد بيبقى ليك الافضلية. لكن كل ده لازم يبقى فيه تركيز، لازم يكون فيه اهتمام، لازم يكون فيه دوافع بتبقى موجودة، لازم يكون فيه درجة من الاستعداد دايما موجودة. يعني ان شاء الله الرحمن يعني نكون عند حسن الظن ونبدا بداية كويسة. واللي انا شفته السنة اللي فاتت في المباريات يخلينا نديك تركيز على تركيزنا اكثر واكثر، ان المباريات كلها اسلام مباريات صعبه، سواء كانت مع فرق لها تاريخ ومكانه او كانت فرق لسه صاعده حديثا للدوري الممتاز. يعني اعتقد ان في فرق في الفتره الحاليه او في الدوري الحالي دعمت بشكل كويس قوي، اعتقد ان المنافسه هتبقى صعبه جدا. انا عارف ان انت متابع كويس لكل هذه التدعيمات يا كابتن سيد، برضو عايز اعرف رايك ورؤيتك للدوري في ظل وجود فرق ممتازة جدا ومحترمة جدا وعندها قوة شرائية قوية جدا، استطاعت ان هي تعمل يعني فريق من لا فريق الحقيقة. اعتقد من تحليلنا للوضع الحالي يعني ممكن تلاقي الواقع مختلف، لكن من تحليلنا للوضع الحالي اعتقد ان الجراءة هتبقى موجودة في الدفاع. الجراءة وخصوصا الجراءة الهجومية، اعتقد ان في
يعني في كره ممكن تبقى هجوميه بشكل كبير، مش هتعتمد زي زمان من فتره مش بعيده يعني، لكن كانت معظمها بيبقى في حته دفاعيه بحته. اعتقد ان دلوقتي هيبقى مع الموجود دلوقتي مع الارقام اللي احنا بنسمعها او اللعيبه اللي بتبقى موجوده دلوقتي، اعتقد ان ممكن يبقى في جراءه هجوميه في ماتشات كتيره قوي، هتزيد من حلاوه الدوري على فكره ديت، هتدي انطباع حلو يعني. لكن في النهايه انت كمان وانت داخل اي مباراه يعني هتبقى تركيزك وعينيك فوق الصراط زي ما بيقولوا بالظبط كده. كل مباراه هتبقى صعبه، كل مباراه هيبقى ممكن يحصل فيها حاجه ممكن ما تبقاش انت مبسوط بيها يعني، فحاله التركيز لازم تكون عاليه مع كل الفرق. نعم، مفاجاتين كبار جدا في دوري ابطال افريقيا كابتن سيد بخروج مازيمبي، والنهارده برضو بسيمبا التنزاني، برضو خروج سيمبا التنزاني اعتقد ان هي مفاجاه. اكبر دليل على اللي انا قلته امبارح في الكلام ان دي الادوار اللي استعداد فيها بيبقى قليل شويه، الاهتمام بيبقى قليل شويه، حاله التركيز بتبقى قليله شويه، عكس الادوار اللي بعد كده بيبقى فيها امور اهتمام اكتر، الفرق واسمها ومكانتها وتاريخها بتخليك مهتم بشكل كبير قوي، الناحيه التحكيميه، الملاعب، حتى النقل التلفزيوني، كل ده بيدي انطباع بيخلي الامور يعني رايحه في اتجاه ايجابي لكل الفرق يعني. مع الادوار الاولى ممكن تقع في الفخ يعني، النهارده سيمبا بيدي مثال حي اللي احنا قلناه، سيمبا بيكسب بره ارضه 2-0 2-0 وبعد كده بيخسر على ارضه 3-1 لحد الدقيقه مثلا تقريبا 82 او 83 كان خسران 2-1، ودي كفيله انها برضه تصعده رغم ان هو خسران على ارضه 2-1 بس كان كسبان بره 2-0. انا ما شفتش اللقاء اللي كنت متابعه، بس انا من وانت مغمض كده هتلاقي الاهتمام كان قليل قوي، هتلاقي ممكن يبقى فيها حاله ان انت بتريح عدد من اللعيبه، بتريح اربعه خمسه، انت كسبان بره ارضك. ايوه بتيجي تصطدم بواقع. مازيمبي اعتقد ان حال كره القدم، الكره الجنوب افريقيه ليها سمات معينه، الكره الجنوب افريقيه لازم تحترمها جدا. أيوة. يعني وان يعني انا بقول رايي الشخصي طبعا، لكن في ناس كتير ممكن تختلف. وانت نعم. بتلعب جنوب افريقيا لازم تبقى تحت في نص ملعبك دايما. ما تبقاش يعني فاتح الملعب، لان الخطوط عندهم بتبقى مفتوحه، مع مرور الوقت الخطوط بتتفتح اكتر. فحال ما بقولش تلعب على المرتدات، لكن هم دايما بيلعبوا كره مفتوحه، كره هجوميه، فانت لو كنت تحت مستوى الكره على طول اعتقد ده عندك زياده عدديه، لما بتيجي تعمل المرتدات بتبقى بالنسبه لك احسن. مازن بيوقع في الفخ ده، تعادل بره ارضه برضه 0-0، وكان مغلوب لحد الدقيقه 93 و55 ثانيه، وكان الحكم موريتاني، انا اتفرجت على الماتش كله. فلحد الدقيقه 93 و55 ثانيه جابوا جول التعادل، حتى الحكم السنطره ما اتلعبتش اساسا يعني. ايوه حتى دي مفاجآت، مفاجآت الحمد لله ان احنا عدينا منها. لكن الكره العربيه فيها النصيب الاكبر، انت عندك دلوقتي اللي صعدوا اثنين من مصر واثنين الاهلي والزمالك، اثنين من المغرب الوداد والرجاء، اثنين من تونس الترجي والنجم، اثنين من الجزائر وفاء الصيف وشباب بلوزداد، واثنين من انجولا، وفرقه من غينيا اللي هي حوريه كوناكري، وفرقه من بوتسوانا. ده العدد الكامل ل 16 فرقه اللي صعدوا، والترتيب طبعا والتصنيف انت عارفه. لكن في النهايه يعني البطوله الافريقيه هي بطوله قويه جدا جدا، مراحلها هتبقى قويه جدا. أيوة. بس انت عندك نفس تاخده، لان عندك المباراه الاولى في دور المجموعات في الاسبوع الثاني من فبراير، لسه بدري. لسه بدري شويه. طيب كابتن سيد، في دوري المجموعات تتمنى ان حد يبقى فريق معين يبقى معاك من الفئه الثانيه او من التصنيف الثاني، ولا انت مش فارق معاك اي حد؟ زمالك، حوريه، وداد، يعني سان داونز. سان داونز وداد لا، لكن سان داونز مثلا. والله بص، الحياه علمتني في الكره الافريقيه تحديدا ان هي مراحل، هتلاقي مرحلتنا كده، ما تتمناش حاجه، لان التمني فيها بيبقى ممكن يجي بحاجه صعبه شديده جدا عليك، رغم ان هي ممكن تبان انها سهله يعني. يعني مثلا البطولتين اللي فاتوا احنا طلعنا ثاني المجموعه، مظبوط؟ يعني اول واحده كنا اول مجموعه وقابلنا سان داون، ثاني مره كنا ثاني مجموعه وبرضه قابلنا سان داون، تمام؟ يعني هي ما بقولش مش فارقه قوي، لكن ممكن صعودك كأول مجموعه يوديك لطريق مختلف تماما على لو صعدت ثاني مجموعه، ويبقى بالنسبه لك اصعب بكثير يعني. فالحقيقه بتقول لك خلاص يعني، انت خد التجربه كامله،
يعني ما تعملش حسابات لحاجه، ما تقولش لا انا هبعد عن كذا واقرب من كذا واعمل كذا. اعتقد ان دي حسابات واحد مش بطل يعني، حسابات البطل اللي يقابلك في طريق انت في طريقك انت بتعديه ايا كانت بقى النتائج يعني. طيب كابتن سيد، شفت محمد صلاح ازاي النهارده بعد مش النهارده بس، الفتره اللي فاتت في ظل الاداء المذهل الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح؟ والله انا شايف ان محمد صلاح هو احسن لعيب في العالم، يعني مش عايز اقول كلام عشان هو مصري زي يعني بتنتمي او بتفخر ان في واحد من مصر يعني عامل المردود ده على المستوى العالمي، لكن والله بلا اي نوع من المجامله او يعني المسانده يعني كده كمشجع او كمساند او كمصري زي انا شايف ان هو في مكانه ثانيه خالص بصراحه في الوقت الحالي يعني. يعني اعتقد لو مع حراسه احسن لاعب في العالم اعتقد ان يعني هتبقى فيها يعني حاجه مش فير ولا عدل يعني. بقول لك ايه، مش عايز تديله 400,000 استرليني وتجيبه الاهلي؟ مش عارف ولا غير ازاي. 400,000 جنيه استرليني بس في الاسبوع على فكره، مش في الشهر او مش في السنه. كان امير يسافر انجلترا بعد بكره. هقول انا بكره في هذا الامر. طيب اخيرا يا كابتن سيد، رساله لو حابب توجهها للتحكيم المصري قبل بدايه الدوري العام، وخصوصا في ظل ان احنا شفنا ماده جديده تم وضعها في التحكيم المصري. هي الماده موجوده في قانون التحكيم في الفيفا، ولكن هي تم وضعها السنه دي اللي هي اعتراف الحكم. هي اعاده المباراه، يعني لو حابب توجه رساله في هذا الامر. يعني بس انا هوضح حته، يعني طبعا الرساله لا الناس انا متاكد شرح ان الدنيا هتمشي بشكل كويس والامور هتبقى كويسه والدنيا هتبقى الى حد كبير مقبوله ومعقوله، لان انت كمان عندك اداه مساعده يعني ما كانتش موجوده في الاول هو الفار. بس يعني يا رب بس الناس تكون اتدربت بشكل كويس السنه دي على السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت يعني بطننا كانت بتوجعنا مع كل كوره يعني. مظبوط. ان شاء الله الرحمن الامور تبقى احسن السنه دي. فيما يخص البند اللي انت بتتكلم عليه، هو بند موجود اصلا يا كابتن اسلام. مظبوط. في الامور الفنيه، يا سوري، في الامور الاداريه او الامور اللي هي مرتبطه بالقانون، مش في الامور الفنيه. مظبوط. يعني انت لو واحد مثلا خد انذارين وفضل يكمل لعب، تمام؟ لو واحد في حاجه مثلا عامل غير عامل مش مساعد يعني ازازه ميه مثلا الكره جت فيها مش عارف ايه، فدخلت حاجات في القانون لكن مش حاجات فنيه. يعني مش حد مثلا يعني شد واحد في الكره دخل الجون فالحكم حسبها جون وهي مش جون كده، دي حاجات فنيه مش دي الحاجات المقصود بيها يعني. فما اعتقدش ان في حكم مهما كان درجه يعني التزامه او كفاءته او حاجه يعني ان هو يطلع يقول لك في امور فنيه، لان هو مش هيقدر يطلع يقول الكلام ده يعني. مزبوط. الامور الثانيه امور في القانون مش في الامور الفنيه في شده او اوت او كورنر. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كابتن سيد على سعه صدرك وعلى وجودك معانا، شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن